والقطع في دلالته، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. استقم فعل أمر يفيد الوجوب، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. النبي عليه الصلاة والسلام فسر هذه الآية فقال: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. كلما دعوت إنسانا إلى أن يستقيم رفع عقيرته وقال: أخي أنا مالي نبي، لا تكلفني ما لا أطيق، هذا كلام فيه ضلال كبير وفيه زيغ خطير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. لهذا هذه الآية وردت في سورة هود. لذلك حينما قال عليه الصلاة والسلام: شيبتني هود، يعني سورة هود، والذي شيب النبي فيها هذا الأمر الخطير: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. أنت أيها الأخ الكريم تطلب من الله الكرامة، تطلب من الله أن ينصرك على أعدائك، أن يوفقك، أن يرفع شأنك، أن يستخلفك في الأرض، أن يمكن لك دينك، وهو يطلب منك الاستقامة. إذا أردت أن تكون أكرم الناس فاتق الله، أي استقم على أمر الله. ما الاستقامة؟ قال بعضهم: إنها ضد الطغيان. ما معنى طغى؟ يعني خرج عن الخط المستقيم. طغى خرج عن المنهج. طغى القطار إذا خرج عن سكته، طغت السيارة إذا خرجت عن الطريق المعبد إلى واد سحيق. معنى طغى أي خرج عن الخط المستقيم. والله سبحانه وتعالى حينما خلق الإنسان خلق له منهجا، وقال الله عز وجل: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. قدم الله تعليم القرآن على خلق الإنسان. هذا التقديم ليس تقديما زمنيا، لا يعقل أن يعلم القرآن ثم يخلق، هذا مستحيل. لكن هذا التقديم تقديم رتبي، يعني ما قيمة الإنسان بلا منهج؟ ما قيمة هذه الآلة المعقدة بلا تعليمات؟ ما قيمة هذه الجامعة بلا نظام داخلي؟ ما قيمة هذا الشيء بلا توجيهات استعماله؟ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. إذن الاستقامة أن تلزم المنهج الإلهي، أن تلزم أمر الله وسنة نبيه، والطغيان أن تحيد عن هذا المنهج في عقيدتك، في تصرفاتك، في كسب المال، في إنفاق المال، في علاقاتك، في جدك، في لهوك، في إقامتك، في سفرك، في علاقاتك الداخلية، في علاقاتك الخاصة جدا، في علاقاتك العامة. حينما تخرج عن منهج الله أيها الإخوة الأكارم، متى تخرج عن منهج الله؟ لا بد من أن تعرف هذا المنهج حتى تعرف ما إذا كنت قد خرجت أو لم تخرج. كيف تعرف أنك خرجت عن هذا المنهج إن لم تعرف المنهج؟ إذن طلب العلم فريضة، طلب الفقه حتم واجب على كل مسلم، طلب العلم أساس الاستقامة، وطلب العلم أساس التوبة. كيف تتوب من ذنب قبل أن تعرف أنه ذنب؟ وكيف تستقيم على منهج الله قبل أن تعرف منهج الله عز وجل؟ إذن الخطوة الأولى، الحركة الأولى، الموقف الأول، الهم الأول، الاهتمام الأول، أن تعرف منهج الله عز وجل، أمره ونهيه. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه. هنا أضيف معنى جديد: استقيموا إليه. قد تستقيم إلى زيد أو عبيد، قد تستقيم لتنال مكانة عند فلان، قد تتسلم عملا ذا عائد كبير ودخل كبير، من حرصك على هذا الدخل
تستقيم في هذا العمل، ولكن استقامتك من أجل أن يرضى صاحب العمل. فأنت استقمت لا إلى الله عز وجل، استقمت إلى زيد أو عبيد. هنا في معنى جديد، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه. هذا يشبه قول الله عز وجل ولربك فاصبر. قد توضع في ظرف تؤمر أمرا تعسفيا وأنت ضعيف وليس في إمكانك أن تقول لا، إنك تصبر، ولكن تصبر وأنت مقهور. ليس هذا الصبر هو الذي أراده الله عز وجل. الله عز وجل يقول ولربك فاصبر. بالمناسبة، كلما تزللت إلى الله رفعك الله، وكلما صبرت لله أعزك الله، وكلما كنت خاضعا لله أخضع الله الآخرين إليك، وكلما هبت الله هابك الناس، وكلما نزعت من قلبك هيبة الله نزعت منك هيبة، نزعت من الناس هيبتك. قواعد، قوانين. يعني الإنسان لو أنه يفهم ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام فهما عميقا، إذا فهم ما قاله النبي على أنه قواعد ثابتة، قوانين، مثلا عفوا تعف نساؤكم، يعني كلما غضضت بصرك عن محارم الله الله سبحانه وتعالى حفظ لك زوجتك من أن تزل قدمها. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، الأبناء يبرون آباءهم. ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا سخر الله له من يكرمه عند سنه. من أرضى الله بسخط الناس رضي عنه الله وأرضى عنه الناس. هي قواعد، لو عرفت أن هذه القواعد حتمية واقعة لا محالة، لأنها من عند خالق البشر، من عند خالق الكون، القضية أن تقف من هذا الأمر أو هذه القاعدة موقف المصدق، موقف المهتم. والطريق إلى ذلك، كلما عظم عندك ربك كلما عظم أمرك. إذن إذا تفكرت في خلق السماوات والأرض وازدادت خشيتك لله عز وجل، من ثمار هذه الخشية أنك تعظم أمر الله عز وجل. لهذا قيل، قال أحد أصحاب رسول الله أظنه سيدنا بلال، لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر على من اجترأت. إذن هي تستقيم إليه، يجب أن تكون استقامتك خالصة إليه. لكن أحيانا، هي قلتها لكم سابقا، قد يأتي أمر إلهي متوافق مع أمر وضعي، فالسرقة حرام في شرع الله وحرام في قوانين الناس، فالذي يمتنع عن السرقة لا تدري أهو خوف من عقاب البشر أم خوف من عقاب خالق البشر. القضية هنا مختلطة. أما هناك أوامر ينفرد بها الدين وحده، أمرك بغض البصر وأمر المؤمنة بغض البصر، فحينما تستجيب المؤمن لهذا الأمر مع أنه ليس في الأرض كلها قانون أو أمر يحظر عليك أن تنظر إلى امرأة في الطريق، حينما تنفذ أمرا ينفرد به الدين، هذا يؤكد لك أنك مخلص لله عز وجل. غض البصر هذه مدرسة. لماذا؟ لأن كل من يغض بصره عن محارم الله يشعر في قرارة نفسه أنه لا يبتغي بهذا الغض إلا وجه الله، لأن الناس لا يعنيهم هذا الأمر ولا يوجهون هذا التوجيه. في عنا شيء آخر للاستقامة، معنى جديد،
وأن لو استقاموا على الطريقة، استقاموا، الطريقة مستقيمة، إذا استقاموا عليها، إذا تابعوا هذا السير المستقيم لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. أول ثمار الاستقامة أن تكون في بحبوحة، هذا كلام خالق الكون، كلام الله عز وجل. هذه الأمطار الشحيحة، المعدلات المتدنية، انحباس ماء السماء، هذه الظاهرة أهي ظاهرة جغرافية أم ظاهرة إلهية؟ الحقيقة إن الله عز وجل حينما يقول في كتابه الكريم وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، يتضح من هذه الآية أن الناس لو استقاموا على أمر ربهم لانهمرت السماء بمائه. لذلك كلما قل ماء الحياء قل ماء السماء، وكلما رخص لحم النساء غلى لحم الضأن، علاقة ثابتة. وكلما هان الله على الناس هانوا عليه. يعني الإنسان حينما لا يبالي أكان دخله من حلال أو من حرام، لا يبالي. الكلمة الشائعة حتى الخرج من هون ليوم الله بيفرج، الله لا تدقق. كلما هان الله على الناس هانوا عليه. ماذا قال الله عز وجل؟ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، هذه البراكين والصواعق وما يشبه الصواعق القذائف، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم الزلازل أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. ما أقصى بأس الإنسان وإذا بطشتم جبارين. طيب هذا عقاب من الله عز وجل. إذن وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم. من ثمار الاستقامة من خلال هذه الآيات ألا تخاف مما هو آت، وألا تحزن على ما قد فات، أنت في منجاة من القلق ومن الندم. والقلق والندم حالتان نفسيتان يدمران الصحة النفسية. شيء آخر، يجب أن تستقيم على أمر الله كما أمر النبي أن يستقيم على أمر الله. أنت بهذا الأمر واحد. الشيء الآخر، الاستقامة يجب أن تكون في سبيل الله ابتغاء مرضاة الله، لا ابتغاء زيد أو عبيد ولا فلان ولا علان. والاستقامة من ثمارها أن الله سبحانه وتعالى يفرج عنك، يزيل عنك كل مكروه، كل كرب، كل هم، كل حزن، كل ضيق، كل قلق. الآن إلى الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الهادين المهديين. ماذا قال سيدنا الصديق عن الاستقامة؟ قال ألا تشرك بالله شيئا. تعريف الصديق للاستقامة ألا تشرك بالله شيئا. لمجرد أن تطيع إنسانا وتعصي ربك فقد أشركت به، رأيت طاعته أغلى من طاعة الله. لمجرد أن تتبع هواك وتعصي أمر الله عز وجل أشركت نفسك مع الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ هذا فهم عميق جدا للاستقامة. الاستقامة عند هذا الصحابي الجليل، عند سيد الصحابة والتابعين، عند من لم تطلع شمس على رجل خير منه. سيدنا عمر لما كان مع أصحابه الكرام أحدهم أراد أن يتقرب منه، يعني كما يحدث دائما،
قال والله ما رأينا أحدا أفضل منك بعد رسول الله. لسيدنا عمر كلام قيل، ما كان من هذا الخليفة العظيم إلا أن نظر في أصحابه محدقا ومستنكرا. أحدهم قال لا والله لقد رأينا من هو خير منك. لا رأينا. قال ومن هو؟ قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فقال عمر رضي الله عنه لقد كذبتم جميعا، يعني جعل سكوت هؤلاء جميعا كذبا، وصدقت. خاطب الذي قال لقد رأينا من هو خير منك. ماذا قال عن سيدنا الصديق؟ قال كنت أضل من بعيري وكان أبو بكر أطيب من ريح المسك. كنت أضل من بعيري. سيدنا الصديق يقول الاستقامة ألا تشرك بالله شيئا. بالضبط، اعلم علم اليقين، بمجرد أن تعصي الله عز وجل رأيت في هذه المعصية أنها مغنم، هنا الشرك. رأيت هذا الإنسان إذا أطعته وعصيت الله تستفيد، وقعت في الشرك وأنت لا تدري. طيب، سيدنا عمر عملاق الإسلام كما يقولون، ماذا قال عن الاستقامة؟ قال أن تستقيم على الأمر والنهي، يعني أن يجدك حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك، ولا تروغ روغان الثعلب. في بدنا فتوى، حواليك فتوى، هذا روغان اسمه، بدنا حيلة شرعية. لازم هالرجل يعني في طريقة أنه يسكن مع زوجة أخوه دون حرج، يروغ روغان الثعلب. شو الحل؟ الحل بيعقد عقد على فتاة صغيرة في سن الرضاع، ثم تأتي زوجته زوجة أخيه فترضعها، فإذا هي أم زوجته من الرضاع، ثم يطلق هذه الفتاة الرضيع، زوجة أخيه هي أم زوجته على التأديب، له الحق أن يراها. هذا اسمه روغان الثعلب كما قال سيدنا عمر، حيلة شرعية، وكأن الله لا يدري ما يحصل، وكأن الله عالم السر والنجوى لا يدري. سيدنا عثمان ماذا قال عن الاستقامة؟ قال استقاموا أي أخلصوا العمل لله. سيدنا عثمان ألقى الأضواء على الإخلاص في الاستقامة، سيدنا عمر على العمل، سيدنا الصديق على العقيدة. التركيز عند الصديق كان على الشرك، المنحرف مشرك. سيدنا عمر التركيز على العمل، سيدنا عثمان على الإخلاص، وكلهم من رسول الله ملتمسون. أما سيدنا علي رضي الله عنه وابن عباس قالوا استقاموا أي أدوا الفرائض. من أين جاء بها؟ ما عبد الله بأفضل مما افترض. الحديث الشريف أنه بأفضل مما افترضه عليكم، أداء الفرائض مقدم على كل شيء. اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس. سيدنا الحسن قال استقاموا على أمر الله، عملوا بطاعته واجتنبوا معصيته. اجتنبوا معصيته أي تركوا بينهم وبينها هامش أمان. بعض العلماء يقول استقاموا أي استقاموا على محبته وعبوديته. كما قلت لكم دائما العبودية غاية الخضوع مع غاية الحب، هذا معنى استقام. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في صحيح مسلم
عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. هذا هو الدين كله. يعني إذا الإنسان آمن بالله وما استقام ما فعل شيء، مع أن الاستقامة لا بد لها من إيمان بالله. أما إذا آمنت ولم تستقم ما فعلت شيء. يعني واحد على وشك الموت عطشا، على وشك الموت عرف أن في هذه الجهة نبع فياض فيه ماء نمير زلال، لم يذهب إليه، هذه المعرفة ما قيمتها، ومات عطشا. فالمعرفة هو لم يرتوي إلا إذا عرف النبع، أما إذا عرف النبع ولم يذهب إليه ما فعل شيء. أي حقيقة، هذا كلام ملخص الملخص. إنسان يتلوى جوعا أو يكاد يموت عطشا وعرف النبع ولم يذهب إليه، لهذا ربنا عز وجل يقول: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه، يعني والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجر، ما قيمة إيمانهم؟ ما قيمة كل قناعاتك، كل حقائق التي عرفتها إن لم تتخذ موقفا عمليا، إن لم تنتهي، إن لم تأتمر، إن لم تفعل، إن لم تترك، إن لم تصل، إن لم تقطع، إن لم تغضب، إن لم ترضى، إن لم تعطي، إن لم تمنع، إن لم تأخذ موقفا عمليا، لا قيمة لكل قناعاتك. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح رواه الإمام أحمد في مسنده يقول عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. النبي عليه الصلاة والسلام كما قال عن نفسه: أوتي جوامع الكلم. استقيموا ولن تحصوا، لك أن تفهم هذا الحديث فهمين. الأول أنك إذا استقمت على أمر الله لن تحصي الخيرات التي تتأتى من هذه الاستقامة، يعني سعادة نفسية، توفيق في العمل، سرور، طمأنينة، شعور بالراحة، شعور بالتفوق.